فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قرأت في كتب فقه الإمام الشافعي ما يتعلق بوقت الصلاة، ويذكرون وقتين في صلاة العصر، يعني وقتا جائزا ووقت وقت جاء وقتا جائزا الذي هو وقت الاختيار، فما معنى الوقت الجائز أو الوقت الاختياري، وما الفرق بينهما؟ الجائز الذي هو وقت الاختيار، يعني تصلي في وقت الاختيار، وغير الجائز وقت الضرورة، ما تأخر الصلاة إلى وقت الضرورة، إلى عند غروب الشمس أو قبل غروب الشمس، إلا عند الضرورة إذا اضطررت إلى هذا. أما إذا كنت مختارا فتصلي في أول الوقت، في وقت الاختيار. نعم.